السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا فيكم في مدير المزرعة. والحين اكتشاف جديد طلع اكسباند لاند من هني. طبعا احنا بنروح هل اتجاه وين؟ اتجاه الحيوانات. هل اتجاه هوب اشترينا؟ ايه اشترينا. بكلك بس بكم؟ ايه 100,000. اوك اوب سوري على الدرع. لكني اخ ما علي حصل خير. انا ما كنت ابغى مزارع هني. المشكلة اني ما كنت ابغى مزارع هني، كنت ابغى مزارع بيسكلي هني مصانع يمين تروح يعني انا بخبركم الوسط يمكن مستودعات وهذا وغيره وكهرباء اخر. بس ابغى اسوي هني على اليسار مزارع عادية نظامية، يشتري عدة يشتري عدة عدة. بس الموضوع مو طبيعي. انا رديت كمي الخرفان هنا، بس دام سويت امتداد هنا خلوا يصير موضوع الحيوانات. موضوع الحيوانات هاي صراحه جدا 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 موضوع الحيوانات موضوع جميل، بس المشكله الوحيده في تكلفه عاليه في الامور. في اشياء كنت اتمنى وجودها في اللعبه والله. زين ما علينا، خل نشوف اقدر اشتري من هذا 10,000 حبة ولا ما اقدر 75,000 بعد ما اشتري. هذا برايي مش مهم وايد، باقي الاشياء اهم. هاي الارخص منه ما عندنا، هاي الاوريدي عندنا كميات منهم. اللي ابى ازيد الحين ابى ازيد يمكن 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 احاول ازيد مصنع ثاني، لانه 5,900 هني عندي حليب وايد وعندي حليب غنم بعد هارفست فيلد. مدام عندي حليب غنم شو بسوي؟ سعره كيف؟ سعره بيض بس يلا مشي الحال يمشي. سعره مش اوكي 100. اوف يا سعره ضارب السماء ضارب السماء الحبيب. 112,000 كلك يا حبيبي. هذا البيض من سعره تعبان. أي 12,000 اوريدي يعني يبنى 180,000. اللي كنت افكر ارد احول كمية اكبر من الحليب الى شو؟ خلني اشوف هذا يوصله. من الحليب الى جبن، بس جبن ماعز، لان الحين عندنا انواع. نحن بقدر اجيب جبن الخرفان، سوري حليب الخرفان. انا اعدل الموضوع. شوفوا هذا شيب ملك، بايو شيب ملك. ما عندي شيب ملك، اقدر اسوي منه شو؟ اللي هو جبن الخرفان، مش نفس باقي الجبن. بس عشان اسوي هالشيء عندي وايد خرفان. 1, 2, 3, 4, 1, 2 والله اقدر اطلع منه كنز. انا الحين هذا لازم اغير مكانه. تعرفون شو؟ اول شيء ببيع ما ياكلهم. اوكي حاليا ما بدخل في موضوع الخنازير. كنسل هذا خله برايه ما عليه. ادري عندي عامل زياده بس ما يضر. زين بنسوي له كلير اول. حلو خلينا نزيد سرعه اللعبه نحصل شوي فلوس اسرع. خلينا نشوف اذا بامكاننا ان نحن نطلع 170 فتره قصيره. والله في اشياء سعرها طايره. هذا مره ونص السعر الطبيعي. اوكي الصراحه ان حاليا نبغى 340,000 وبننتج جبن منه. جبن ماعز. طبعا البيت اللي بنيته كم كان فيه؟ في 6 اماكن يعني زين. فيلد هارفستد ما يعطينا مجال، ان اسعارهم عاليه. الحمد لله. زين بما ان اسعارهم عاليه يعطينا المجال ان نحن نطلع انكم جيد حاليا، نقدر نستغلهم. سرعه اللعبه شغال على اسرع شيء. خلنا نشوف هاي اللي عندهم كل شيء لين ينقلون الحليب. هل نحتاج لوجستيك ثاني؟ لحظه 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 23 على 15 سياره، بس ما اظني بحتاج على 10 سيارات.
بس اظني ما شيء اوكي، ما اظن نحتاج اكثر. في تكدس هنا سيارة، ما يقول لي كم تشل، ما يقول لي زين لو ادق اتشل لنا 10,000 يعني عادي لنا 10,000 امورها طيبة. الكورس ما نبي يخلص. ستارفنج انيمالز، ايش ستارفنج؟ انه ما في سيارات، انه ما في سيارات، ما بنزين. يا الله، واحد اثنين ثلاثة بنحطيهم مني، ممكن استراتيجية اكثر، بنحطيه قدام الغنم. كده هذا هو شيء صار 50 بس ما عليه. انا اظن بيحتاجوا سيارات، خاصة اكيد بزيد مباني بعد شوي، فلا بد انه محتاج. خلنا نشوف احنا شو وضعنا هني. ابن عجل يا الملفوف، فلوس فلوس يا الملفوف. زين الحين بيستعملون السيارات ولا هو شيء طيب؟ معناه نقدر نعس معايد اكيد راح يكون كذا. خلنا نبيع هاي اكيد ولا لا ما يبي شيء. نزل هنا الفلوس، نسيت انا بنيت هذا ب50. في لحظه ما كان عندي قريبة. اوكي انترستنج. في تكلفات مال مال راس الشهر، العمال رواتب تكلفات عنا عالية. يا الله 20,000 يعني اطلع فلوس. يعني لو اطلع الحين عندي اوكي، ياس اطلع واخسر فلوس. اقدر ازيد فلوس اكثر صراحة، ما بقرض، قرض ما احتاجه. 25,000 ما يسوي شيء اساسا صراحة. انا 25,000 شو؟ في شيء دخلته عليه فلوس؟ زين انا 25,000 طلعهم في لمسة. هذا ما معنا فلوس. صبر سب سب. زين الحين بنحط مصنع ثاني برودكشن، بنحط بروسيسنج برودكشن. بس هذا شو بيفرق عن غيره؟ هذا بخليه حق حليب الخرفان، هو جبن منه. وجبن على فكره حتى في الواقع حليب الخرفان غير عن البقر اصلا تصنيعه، ومش نفس الناس اللي تصنع حليب الخرفان تصنع حليب منو البقر. يفرق في فرق بينهم، ويكون مالح في العاده اللي شيء طالع من منتجات المواشي العاديه، مش اللي الغنام والخرفان تكون شوي مختلفه عن باقي المواشي. الحين اللي بنحتاج نسويه نسوي شيء هنا 46,000، لان بنحتاج مجموعه موظفين حق المكان هذا، هم بيكونون صانعين مانيفاكتشرنج. مانيفاكتشرنج ممتاز، مانيفاكتشرنج اوريدي حصل 3 نايس. في العاده شوي يكونون بخلاء، ما في حد ثاني في عنده مانيفاكتشرنج بالغلط. بنتري شوي صبر، بنغير التصنيع الى ام الحليب الخرفان. هذا هو شيب ملك، فغيرنا المنتج توه لين يبول الشيب ملك. برايه بنحصل العامل الاخير اللي نحن ندور عليه مانيفاكتشرنج. هلو وينك؟ لا ما نبغى بي كيبنج، ما نبغى جديدة. يفرق ويانا في الانتاجية على فكرة. انا طبعا اعتمد كله على الموظفين الدائمين، مش على الموظفين اللي هم موسميين. والله حلو يعني مجموعة مصانع. وين الباب؟ الباب هني بعد اللي داخل. Which is good يعني، هذا شيء زين. خلنا نشوف. لا تعبوا، معبين المصانع ما شاء الله عليهم. السعر كيف؟ هنا السؤال. فون السوبر كاو تشيز في حول ال 12
اوكي هذا الفرق الحين. فرق 79,000 سريع مضروب. والله هذا في سعر وايد انتاج عالي الحين. بس الشيء اللي لازم تنتبه عليه انا الحين الكروب قام يخلص. خلنا نشتري كروب. كروب نشتري 3000 كالعادة. الريه العادية مالنا. كروب رخيصة. 10,000 طيب. ثمن مكان. أنا بعد وايد أماكن. عندنا نباب بي. بي. بعد 10,000. ما ادري ليش اشترى اقل بس يلا. مشفر قراص ممكن نشتري بعد حشيش. هل نشتري كل شيء قراص 10,000. ما في في السوق. ما في في السوق. خلنا نشوف قرطاية. نعم هاي فايدة. الحين قمنا ندخل في الفايدة صراحة. ما بعد شيء غلط. خلاص ابوه 112,000. الحين اقدر اشتريها بعد فكرة. بس طريقة الشراء غبية شوي. انزين خلنا نشوف كيف نسوي. ما يسوي أكبر. 1,2,3,4,5,6,7,8. عكس المحطة. ها عقب إلا محطي شارع. ما أدري إذا يحتاج شارع ولا لا بس كذا. بعدين بنمتد هناك نسوي كده. بنمد شارع الدار من يوم بمد المنطقة عقب بكبر الحقول. شي ما بكبره بصراحة. ماكس فود سايز نوت انف ماني. زين زين هذا شو بنزرع فيه؟ تفاح. ممكن نسوي عصاير تصدقون. بس انا الحين شو محتاج؟ محتاج قمح. قمح قمح قمح. اقدر اسوي ويت. هذا ويت يحتاجون. هذا ويحتاجون ماي. اقدر اسوي ريد. ما عندي فلوس بس عندي. نقدر نبيع لنا 70,000. زين الحين شو يحتاج؟ ولي اللسته اللي اعطاني اياها. ولي اللسته طيبة. زين قلت لكم عندنا شارع حق خدمات صح؟ بسوي هني. بنروح بني باركنات دراج باركنج. اخ حرام. خلاص يستوي كالتالي. شارع كله بيرد يتقيس. خلاص ما حاليا. خلنا نحط شارع هني. شارع وبنكسر هذا. بنسويه هني اكبر كمان. اي شو كان ناقص من تعال كهرباء صح؟ يعني شنو بقى؟
اقراني اللستة. لحظة في شيء عندنا. في بارك هذا هني. زين خل كل شيء قريب منه اساسا نشوف. هذا عندنا هذا عندنا. نبغى سيارة حمراء وللبلو وايستر كالفيتيتر هذا. زين الحين خلنا نبيع. هني اللعبان كله الحين هني شغلانة. قلنا نبا عفوا سيارات نبا سيارة حمراء هذي هذا الأشياء الحمراء بخليها بصوبي. نبا معدات للبلو نبا هاي نعطيها مشتو ألفها آر أيوة يشتو نعطيها ورا هذي بحب. نبا شو بعد قال لي شو نبا ايستر كلفيتر وهذا وهذا مين صار فرترايزر سكريب بعد نبا هذا حق السماد ونبا هذا نبغى مو زين نبغى بعد شو هاي الحين شغلان هاي جديد درل جديد درل جديد درل نبغى وايد 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 اشياء صراحه ها تريلر والووتر يا الله تريلر هذا وايد اشياء زين سبراير نكتب اسم سبراير هذا اوكي ممتاز ركب عقب السبراير شو نبغى اي بين مشين ابي ريبر هذا فور سيريوس باي بعد شو نبه ايبه مكزينه كومبين كيف اكتبها لحظه اكس اي ان اكس اي باي هل كم هاي غالي 300,000 وات خلنا نبيع لا هاي لازم شو اسمه لازم اشتريها اقساط شتو كيف بيطلع من الجراج والله خاطر شتو كيف بيطلع من الجراج خلنا احط جراج ثاني على الاستهبال زي الصبر واحد اثنين ثلاثة أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة دخلنا نحط باركة ثانية بدك شيء من سال قرابين زين خلنا نشيل هاي نسوي لها بارك نعطيها زين شو بعد عده باقي اذا ما ازرع وايد انا بخسر وايد راوند بريس
لازم احلل اللي عندي راوند بس باي باركنج وين. اوكي هذا بالضبط هني يصير مكانه. خلنا نترس اول جراج لان يبانا شيء واحد فقط غير اللي هو تريلر فورستو بيرز. تريلر اسرع ما اقدر احط هنا اي بحط هناك. استوى عندي جراج ونص فاضي ما شاء الله ترس جراجين ونص يعني نتكلم عن كميه ما شاء الله. الحين هاي شو اخباره؟ يس اوريدي موصول عندنا مال ماي هني يغطي لين هني بيغطي بعدين بنحتاج واحد ثاني. خلنا نحط شوارع والله يعني كمية اشياء انا ما توقعت ان نحتاجها. زين خلنا نحط السالفة خلونا نشتري هاي الأرض أحسن. هاي المزارع نبوشت ليش؟ ليش؟ ليش تلعب بعصابي ليش؟ صبر صبر عندنا شيء ناقص في غلط. الفلور خلص بس الفلور ما بيشتري غالي صراحة وايد صعب. خلنا نشوف سلك ثلاثة ألف باي مورنا والله بيلعب بيلعب هذا هاي صار هاي بتلعب من اللعب. خلنا نسوي هني أول عقب بتشوف موضوع هاي شايف كم يبغى له فلوس 29 ألف. أوكي هينا هينا 29 ألف عادي ها طلع كيف بسيط. هلا نحط صبر شوارع أبا ست حقول أنا 12 ألف الحقل هذا ما نحط صبر. هلا نحط شوارع ما نحط اوكي نايس. الحين بيكون عندنا ويت كورن في اشياء ما عندنا حق الذره اشياء ما عندنا لان هالبارك راح يتعبى خلاص. مشروع أضخم مما أنا حتى ممكن أحسب حسابه يعني مشروع طلع بمقامة خرافية بالنسبة لي ما كنت أتوقع هاي المكان. هذا من مكان هذا من مكان زين لأن فخم فخم تقريبه برسجن سيدا زين سيدر بريسيجن سيدر ما كان عندنا هذا بريسيجن سيدر خلني سيدر ثاني اللي بعده شو كورن ريبر اكتب ريبر والله احس اني شوي ندمت على زين. هذا حق الذرة ترى ما يحتاج شيء ثاني زين غير الذرة شو نستهل شو نستهلك نحن عند الحيوانات كورن اوريدي حطينا نبا كورن فيد كيكمبر لا هو الشغلات اللي انا مش قادر اسوي جراس سيد جراس يطلوه مور فكرة بنشتري كل العدة في اللعبة.
نور نظر بعد ويند روور وايد اشياء لودنج تريلر سلف لودنج تريلر ما عندي فلوس عشر يا ويلي ويلي سلف لودنج تريلر باركنج درهم أربعة يبالهم بيت أظن عشان حطي مزارعين البيت هنا يلا يا كريم ما كله بس أصدق أسرع من واحد شوية ما في نفس كار أوكي استف نظر من جيد نعرف الشيء هنا هنا رح أحط البيت هنا ترى الحين هو يبون لهم هو يبون لهم أصلا هني في سيزنال في العادة بس أظني انا بخليهم لانه بيساعدون في الجرين هاوسز بزيد الجرين هاوسز الجرين هاوس شغال طول السنه زين هاير بلانتنج زين ما في ولا حد بلانتنج يعني بلانت هاي اللي بيشتغلون اوتوماتيك هنا على المكاين بس محتاج اخذ سيارتين زياده محتاج سياره خضراء وحمراء زياده هلا انا حاسس هذه راح اصرف يعني لين باكر سياره وقفها بالعكس سيارة حمراء ايوه طريق هاي ريوس اوه يعني من يتوقع ان هالكثر اشياء يباله شو مزرعة والله ولا اتوقع دانس 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 زين نمسك هذا البيت ونشوف وضعهم دانس لك البيت دانس عندي فلوس لا سل خل نبيع ثالث واحد دانس فل رابع واحد دانس فل خامس واحد ما عنده أي شيء بس عنده البير زين هاي المفروض يكون كفاية الحين أبى أزرع شيء جديد بس خايف والله بس والله خايف في سيدز هذا نبغاه والله أما نبغى نبيعه خلنا نسوي حق السيستمات هذي قريب بقدر حط المزرعة إذا سويت الحركة هذا الشيء يعني إذا سويت هذا الشيء وإني ممتد بذاك الاتجاه كبر فلوس دائما المشكلة فلوس
طيب شو ناقصنا؟ No warehouse. بنحط الwarehouse هنا. أنا أسوي هاي منطقة مستودعات أسرع. بار نشوف شو. عندنا ويرهاوس سيدز و ضروري انا شو بعد خلنا هذا منين ثاني طريق هاي حتى شو السايلو عدد اثنين ما عندي فلوس شو زين حطي سايلو هذا مشروع بيخذ حجم اكثر ما انا توقعت على فكره انا ما بعته صح بسايلو بعد واحد حق ترتيب الحبالي بس مينر يحتاج هني مينر يقدر يشيل هذا مينر اوكي يعني ما يوصل كهرباء الا اذا انا حط المكبان بس اعمل المفصل فقط انزل ها معناه رحت بس 27000 ما دفعت ولا كم؟ ما دفعت ترى حطيت بغير مراجع نشيل هذا شوي اللي بخرب الدنيا اسمينا طفنا وقت الحلقة لا والله اليوم الحلقة كانت عبارة عن انجازات الحين بحطي بيت روت حطي ايه حطينا هاي مزارع صار عندنا ترى على فكرة هو عندنا مزارع بس it is nice هو شيء جميل ما عنده فلوس يا الله يا اخبار الفلوس في اللعبة ماينس 19000 انزين يا جماعة خلنا وقف فيديو نجي في الحلقة الخادمة على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته